السيد الرئيس، في البدايه اشكر المركز العلمي العربي للدراسات الانسانيه على هذه الدعوه. صراحه انا اتي لهذه العماره كثيرا، ويمكن اعلم بان فوق المبنى الذي يجده هذا المركز الجميل والانيق الذي يقوده شباب. وأجد كذلك التسمية، إحنا ما عندناش كانت المراكز العلمية العربية كانت مفتقرة في الشرق، فأنا إذن أجد بهذه التسمية وبهذا التنظيم وبهذا الشباب، فهذا دليل على أن الحمد لله الفكر المغربي جزء من الفكر العربي وهو قيد وعامل برسالة معينة. وأشكر كذلك مؤسسة فريد الشومان على دعمها لهذا اللقاء. صراحة أنا التزمت بالقضية اللي وصلتوا ليا، وهي فيها واحد التساؤل مهم، كيف أن الأحزاب الليبرالية تطبق برامج اجتماعية الحياة المديرة ضد مبادئها، وكيف أن الأحزاب الاشتراكية واليسارية تطبق بامتياز كبير اقتصاد الليبرالي. هذا سؤال عارض ومطبق في المغرب، حيث مثلا إذا خدينا جميع البرامج الحكومية، خدينا جميع التصريحات ديال الوزراء الأولين تقريبا على مدار 20 عام، تلقاو بأن التوجهات العامة والسياسة العامة والسياسة الاقتصادية بالذات بدات توجه ليبرالي. ملي تنقول توجه ليبرالي هادشي نسبي، لأن الليبرالية في فرنسا ماشي هي الليبرالية في بريطانيا، ماشي هي في هولندا، حتى الليبرالية في العالم أصبحت مدارس وتوجهات. ولكن التوجه العام ديال تحرير السوق والمبادرة الحرة، فهذه فلسفة موجودة في جميع الأساتذة. أنا حبيت تحدث على جذور الليبرالية باش ما نعتقدوش بأن هذا الفكر، لأنه هو فكر كان موجود، سمي بالليبرالية عند الغرب، وحتى الفكر الاشتراكي جزء منه موجود وسمي بالاشتراكية. ولكن السؤال أن نحن كحضارة عربية وإسلامية عندنا 14 قرن، واش حنا ما عندناش هذه الأفكار التي تم تناولها في الغرب وأصبحت تسمى بالليبرالية؟ أنا رجعت في أحد القراءات هذه واحد 3 سنين مقدمة ابن خلدون، كتعرف ابن خلدون شخص يتنازع فيه جميع تخصصات، فهو مؤرخ وباحث وجغرافي وعلم اجتماع. ابن خلدون كيعجبني أنه تيدخلك لواحد الوصف واحد المدينة وكتبقى، يعني إلا بديتي كتقرا تخرج كتعيش معاه في أجواء مختلفة. وقيمة ابن خلدون أنه تيدير الدراسات الوصفية كمان، كيوصف وكان يصف الأمم التي عاشها ويصف صعودها ونزولها وهبوطها، وخارج نظرية رخيصة كمان، وأن العالم كله اللي زاره هو اللي هو عالم عربي وإسلامي وتركي ومختلف الأجناس واللغات، لأنه حنا تنقولوا الحضارة العربية هذا استقطاب فقط، ولكن الحضارة العربية تضم جميع المكونات. كان هناك مثلث يحكم الدول الإسلامية، المثلث فيه الأمراء، فيه العلماء، فيه التجار، تيكون مثلث متساوي الأضلاع، لما تكون قوة موحدة، الأمراء عندهم السلطة عندها واحد النسبة 50%، العلماء عندهم 50%، التجار عندهم 50%، وعادة ملي كيكون هذا المثلث كيكون الازدهار، كيكون الرفاهية، كيكون الاستقرار، لأن كيكون هناك تعايش. أما لما كيتقوى الأمراء كتكون دولة تسلطية، وهذا حدث كبير في التاريخ، بحيث إلى حديثه باسم الفتاوي كما كنشوفوا دابا قتل الناس ودفنوا في المقابر أحياء إلى غير ذلك. ولما كيكونوا العلماء أقوياء تكون دولة متزمتة دينيا، فعاوتاني إما صوت ديال السلطة أو صوت ديال العلماء. فكان اللي كيحيي هذه الدول بعد موتها من ناحية سياسية هما التجار. ملي تنقولوا التجار، هذه الظاهرة قديمة جدا وكتبت في القرآن رحلة الشتاء والصيف، التجارة بمفهومها القديم كما وصف ابن خلدون كما وصف كثير من المؤرخين، أنها عبارة عن واحد التوجه ديال البيع والشراء وتجارة حرة والعرض والطلب وحرية المبادرة، بحيث أن ديك المفاهيم واخا على بساطة ديال جلس ازداد في المراحل كلها. وبالتالي فإن الفكر الليبرالي كممارسة بدون تسميته ليبرالية، حب التملك، حب المبادرة، حب السيطرة على أكثر شيء ممكن، حب امتلاك الثروة إلى غير ذلك، فهذا شيء طبيعي. ولذلك
ثبت في مثلا في التوراة وفي الإنجيل وثبت كذلك في القرآن وثبت في جميع المذاهب على اعتبار أن هذا شيء طبيعي. أكثر من ذلك إذا خدينا سيرة ابن هشام مثلا وهي أصح الكتب معتمدة في التاريخ تقول لك أنه الناس اللي خلقوا الإسلام أو داروا النوايا كلها كانوا تجار. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان تاجر وتزوج بتاجرة وأكبر تاجر كان معاهم اللي كانت عنده واحد قوة كبيرة ديال الاستقطاب هو أبو بكر الصديق. وبالتالي أنه اللي تيخلق النواة الليبرالية فهما رجال المال والتوارع يعني طبعا هذا كاين معنى تنقولوا عليه حيت هي تاريخية هو عوام الناس. وبالتالي الاستقطاب المادي أو الاقتصادي فهذا فطري، كلما شخص كثرت أمواله كثرت أسباعه وهذا عملية فقط. نزيدوا شوية نتقدموا نغمضوا عينينا ونشوفوا الحقبة ديال ابن خلدون ونزيد شنو وقع؟ وقع أن في القرن السابع عشر والثاني عشر ظهرت ما يسمى بوادر الأفكار الليبرالية. كانت أول حركة اللي بدات في القرن السابع عشر والثاني عشر ضد الكنيسة لأنها كانت متسلطة ماديا ومتسلطة اقتصاديا وكان ظهور مع الطبقة الوسطى هي اللي دارت هذه الثورة على كيف. علاش؟ لأنه ظهرت ذاك الفكر ديال إعادة الوضع الطبيعي من واحد عنوان جميل هو الحقوق الطبيعية. بعض الناس كيجيو الحقوق الطبيعية هي فطرية كيكبر الإنسان بها تيكون فيها خصو يكبر خصو يتجوز خصو يولد خصو بعض الممتلكات هادي مايمكنش واخا ما عطيهش الدستور انت خصك تمارسها لأن حقوق طبيعية. هاد العملية كيفاش تصرفت أوروبا؟ أوروبا طبعا خصكم تعرفوا معارك قاسية ما ندخلوش على عصر المعارك، يكفيكم أن عصر البطاطيس كيفاش كان الاستعباد عن طريق البطاطا، يكفيك الصراع اللي كان ما بين فرنسا وبريطانيا عنوان تاريخي 100 سنة، ما كيتحاربوا، راه الناس اللي اتفقوا الآن داروا الاتحاد الأوروبي، راه داروا بعد معارك كبيرة جدا، ولكن باش فاتوا ناس تخلصوا النتائج وعملوا هذا الاتفاق. اللي ظهرت الليبرالية كفكر بدات كتوسع إلى غير ذلك، طبعا مضبين كثير ما نصدقوش بزاف إلا خدينا مثلا جان جاك روسو، إلا خدينا مثلا جون لوك، إلا خدينا مثلا آدم سميث، هادو كلهم ضروا لهذا الفكر بشكل كبير وقالوا من الحرية الحرية الاقتصادية، من الحرية العمل الحرية الاقتصادية وضروا المبادرة الحرة بشكل بسيط. طبعا هذه المدارس الأولى ما كانتش واضحة بالشكل اللي كنشوفوه الآن ولكن خرجت أبعاد مختلفة، كل شخص جاء دار واحد إضافة قيمة مضافة ولكن متفق عليه الجميع أن الإنسان له حقوقان فوق بعدان، حقوق إنساني حقوق طبيعي وحقوق اقتصادية. الحقوق الاقتصادية الإنسان يحبها أكثر وأي واحد يتمتع بحقوق اقتصادية تقدر يأثر على الآخر. ولذلك إحنا مثلا إذا كان عندكم مثلا شي واحد في الدار ستين الناس بارخين واحد اللي خدام، هذاك اللي خدام واش كيحتارمو؟ لأنه مصدر تمويل واش كيحتارمو باش يقدرو. بالتالي هذه أيضا من الأشياء الطبيعية. عصفوا نزيدوا عاود ثانية أكثر تلقاو أنه ملامح ظهور هاد الشقين ما بين الفكر الليبرالي والفكر اليساري بصفة عامة، هنا كنفتح قوس حنا هنا وكنشكر وانا معجب جدا بالسي حسن طارق كمنتوج وكشاب وكباحث اللي هو متوسع متنوع الفكر وخا داخل واحد المنظومه ديال الاتحاد الشرقي، وهذا حنا محتاجين لهذا النوع لوضع واحد التقارب فكري لانه التقاطعات موجوده لا في الماضي ولا في الحاضر وغتبقى ايضا في المستقبل. مثلا من هذه الالتقاءات اللي كاينه الفكر حتى 1917 ما كانش حاجه اسمها فكر اشتراكي ويسير، جات الثوره البلشفيه ايضا ضد هذاك الوضع اللي كان مجزري تما كاينه قياصره وهذا الى اخره وجا ضابره، فايضا جاو وفرضوا النظام الاشتراكي. النظام الاشتراكي ما كانش اعتقاد دارو فرضوه، كان اللي يخرج على الاعتراف يقتلو. وبالتالي كاينه كتب ديال واحد الخير اسمه غروفيتش كيحكي هذيك الفتره انه كان اللي يخرج على النظام يقتل، كنعرفو ستالين وليو هذيك الحركه. فجاءت الاشتراكيه هي كفكر ارتدادي معقوله، وهنا كنفتح قوس حنا كمفكرين نتقبل جميع الاراء ونتعامل معها وخصنا يجب ان نتعامل معها حتى ولو كنا نختلف معها. وبالتالي حتى في المغرب جميع المكونات اليساريه واليسار المتشدد والمتطرف واليماني المتطرف هذه راه هي اللي عطات هذه الخصوصيه ديال المغرب ديال النقاش وعطات نتائج. راه بزاف الحوايج كما كانوا في الحزب اليساري ما تكونش في المغرب، وبزاف الحوايج كما كانوا في الحزب اليمني ما تكونش ايضا في المغرب. فعودة لهذا الموضوع انه 1917 تخلق هذا الفكر بدا كيتوسع ولكن بدعم السلطه
يعني كان ديك الساعه معسكر الشرقي ومعسكر الغربي توزع على فكره الايديولوجي، ولكن المعسكر الشرقي كان مقيم، يعني يجب ان يتبع هذه الاشياء. مثلا انا كنطرح سؤال لا في العالم العربي، واش في القرن فهمتي 1917 ديال القرن الثامن عشر واش حنا عندنا في المغرب كانوا ناس كيعتقدوا ستالين ولين؟ انا عندي برنامج في 1950 مصور مصورينه للاستعمار هذاك في مراكش، كانوا الحرب واقع عندهم في الكار وواحد من الاوضاع جد مزريه، بينما في ذاك الوقت كانوا كيديروا الناس فهمتي باسم هؤلاء حركه فيدريكا. هاد الاسقاطات اللي جاتنا حنا من اوروبا واللي جاتنا من عندنا تعاملنا معها، ولكن تعاملنا معها بدون حذر. وطبعا شكون اللي فرض هاد القوى تقسمت الى شرق وغرب؟ فرضت القوة، القوة العسكرية فرضت هاد النظام. طبعا في 1917 في 1950 انتهى هاد الحوار، ما طولش بزاف، يعني في 1980 انتهى جدار برلين، انتهى التصور الاشتراكي بصفة عامة في الاقتصاد، لأنه يمكن شفتوا الأفلام ديال شوفيسكي أنه الناس شادين في الاتحاد السوفيتي شادين الصف على بابي جينيك فهمتي باش يشري، بمعنى الدولة فلسات اقتصاديا وفلسات اجتماعيا، رغم أنها بقات متقدمة سلطويا وعسكريا. في ذاك الوقت اللي سمحتوا في 1982 جا واحد الكاتب الأمريكي ألف واحد الكتاب اسمه النظام الدولي الجديد. شنو هو النظام الدولي الجديد؟ نظام دولي جديد ذاك كيهضر بان العالم سيتحول من قطبين الى قطب واحد، وفعلا ما قضيناش واحد 4 سنين ولا 5 سنوات انه نهار برلين ولا القطب الدولي كله، بمعنى كاين في العالم 193 دوله اللي معترف بها الامم المتحده، بقاو جوج دول اللي كينتميو للمعسكر الشرقي اللي هي كوريا الشماليه وكوبا. دابا الاتحاد السوفيتي اللي هو نضر هذا الشيء وكتب فيه والف فيه وكان في جامعات وكان في طروحات وخرجوا منه طلبه مفكرين، انه الان تيقود الزعامه في الاقتصاد الليبرالي داخل الاتحاد الروسي. هذه العمليه شنو عطات؟ الا خدينا ب 1917 ماشي حاجه في الزمن التاريخي وفي الزمن التحليلي ماشي شي حاجه كثيره بزاف، رجعوا ايضا جا القطب الجديد اللي تحطوا اللي كتب المبدعين من قال السي حسن قبيل نهايه العام هو القطب الموحد، بمعنى ان العالم ولا قطب واحد من الناحيه الاقتصاديه، وبالتالي تخلقات ما يسمى بالليبراليات الجغرافيه. وليتي في فرنسا دابا الا مشيتي عندهم سوسيال مهم، فرنسا دوله شبه شوبونيه حتى الان، ولكن تخلق معها واحد النظام اقتصادي. المانيا كذلك، وبالتالي لا توجد دوله في العالم عندها واحد من النموذج نقولوا هذا النظام الليبرالي سنطبقه، بمعنى هذه العمليه واخده بعد مختلف حسب الدول وحسب الاختلاف ديال الوقت. في 1990 صافي تقريبا ظهرت واحد الكتب جديده تنظر الليبراليه الاجتماعيه، بمعنى ان الليبراليه اصبحت سائده في العالم كاقتصاد كمنظومه كتعاون، ولكن خصنا ندخل هذا الجانب الاجتماعي. الاخوان كذلك في الاتحاد في الاشتراكيين بما فيهم الاخوان ديالنا في الاتحاد الاشتراكي مشى لواحد المفهوم ديال الديمقراطيه الاجتماعيه، وبالتالي حصل واحد التقاطب، الليبراليه كانت في الجانب الاجتماعي والاشتراكيه كانت في الاجتماعي. علاش؟ لان ظهرت واحد النظريه خطيره الاخوان، وهذا واحد هذا هو اللي تتسلوا فيه هنا في 2014، ان 193 دوله في العالم هي الله 20 دوله اللي متقدمه اللي هي الجيب، ومن هذه الجيبان اللي اكثر تقدما ما عندهاش مشاكل اللي هي الجيب ويت، بمعنى ان العالم كله بالمنظومه ديالو بالحقوق ديالو بالمنظمات ديالو بالجهات ديالو انتج فقر، العالم كله انتج فقر. الرحله كلها من من الحرب العالميه الثانيه 1940 الى 1945 الان المنظومه الدوليه انتج فقر، يعني 193 دوله. دابا الاحصائيات اللي كاينه حسب اخر تقرير ديال 2014 ديال التنميه البشريه انه 90 سكان 90% من السكان فقراء، بمعنى هذه المنظومة سواء ليبرالية أو اجتماعية أو غيرها أو هذه المنظومات المختلفة يبدو لي أن نجد الفقر في العالم ونجد الأزمات، بحيث المفروض خاص أقل شيء يكون عنده 50% ولا 60%، بحيث مثلا إلا خديتي أمريكا الجنوبية كلها غتلقى فيها تدخل أي دولة غتلقى 90% فقراء، مشيتي لأفريقيا مشيتي لجنوب شرق آسيا يعني، وحتى الجيويت إلا مشيت لفرنسا دابا فرنسا العام داروا زيرو كروسونس، بمعنى الدولة كلها ما كتحققش فهمتي
حتى 0.1 شي حاجه. بمعنى حتى طرح واحد السؤال، منين جاي هذا المشكل؟ واش من هذه الانظمه اللي كنطبقوا ولا شي حاجه؟ لقاو بانه كثير من الدول لا تطبع لا نظام ليبرالي ولا نظام اشتراكي، وانما اصبح من يريد ان يحكم يريد ان ينتخبه الناس، ونريد ان ينتخبه الناس يجب ان نلبي لهم حاجتهم، فصبحت برامج محليه واقليميه باسم ليبرالي. وحنا في المغرب ماشي دول ليبرالي، حنا ديال مدونه ديال التجاره، المغرب غتبقى ما عندوش علاقه بالبازل، حنا باقي عندنا احتكار في كل شيء، في التصدير، في الوالدات، بحيث في كل شيء. وبالتالي حنا تنسميو روسنا ديال ليبرالي فقط، كاين واحد المرجع خطاب ديال الجلال الحميري في 1919 ديال جمله ديال المغرب يتبنى ليبرالي اقتصادي. وفعلا ربما الاخوان في الاتحاد الاشتراكي والاخوان في اليسار كانوا معينين تيقولوا لنا هذاك الجانب الحقوقي ما كتحدوش عليه ما كتكلموش عليه، وهذا هو الجزء الاهم في القيم الليبراليه، لانه الليبراليه تتعني واحد البعد ديال الحريه والبعد ديال مع المسؤوليه طبعا في شتى الصور ديالها بما فيها حق الانسان. طبعا تكونت عاوتاني الان واحد لا دوكترين بوليتيك ليبرال اللي هي الليبراليه الاجتماعيه، وتقريبا ما بقاش فرق بينها وبينها وبين الديمقراطيه بين الديمقراطيه المجتمعيه. ولكن نحن كنجي للمغرب كامثله، واش حنا في المغرب كنطبقوا الليبراليه الاجتماعيه او كنطبقوا الديمقراطيه الاجتماعيه؟ حنا في المغرب ما كنطبقوش هادشي هذا، حنا كنطبقوا برامج متوافق عليها لحكومات تكونت بفعل الانتخاب وبفعل رئيس الحكومه، لان كاين معطى جديد الان اللي تكون الحكومه ماشي هو الانتخابات، رئيس الحكومه اللي كيختار، بمعنى يمكن يجيب حزب معدود حاجه ويحكم. دابا بحال دابا عندنا حزب عنده 2% عنده 6 وزراء، ما عندوش علاقه بالتمثيليه نهائيا، وهذا شنو كيدير؟ هذا كيظلم العمق الديمقراطي. هذا كليبرالي مفقود، الليبرالي انك تتمثل لما تمثل من قوى اقتصاديه وقوى اجتماعيه. ومع الاسف الشديد الملك حسن قال واحد الكلمه مهمه جدا، حنا كاحزاب تلعبوا دور الوسط ولكن كنلعبوا دور التمثيلي. علاش؟ لان حتى التمثيلي حنا ما قادينش عليه، خصنا نكون واقعيين. دابا حنا في عز الربيع العربي صوتوا 6.5 مليون، الحزب الاول جاب 15%. شنو 15% من الاصوات معبر عنها؟ الا خدينا ديك 20% اللي ديكلارات اللي ديكلارا بها المعهد الامريكي غنلقى 25، من هنا كتبقى الحزب الاول جاي 3%، راه الا قال انا كنمثل الشعب راه امتحان صيف خصو يمشي للدخان، وانه واش غيتمثل؟ اذا هنا حتى حنا داخلين في واحد الاتحاد صفه كاحزاب، وانتحار صفه كبرامج، وانتحار صفه كايديولوجيات، لانه عمليين مثل نقولوا فيها الاحزاب الليبراليه كتبقى واحد ولا جوج، ولكن هذاك التطبيق الليبرالي لا داخل المؤسسه ولا خارجها ولا داخل البرنامج لا ميم شوز بالنسبه لي. ولذلك انا كنعتقد حنا كنديروا العصر الديني الفكري انا الاول، لان علاش الشباب ديالنا ضائع؟ لان ما كيحملش فكر، كيحمل مواقف، هذه مزيانه هذا خايب هذا ما مزيان، ولكن ملي تناقش معاه تقول له ودي علاش غنقول هادشي ما مزيانش وما كاينش هذا. لذلك الان الناس كدوي على شنو هو مضمون اللي خاصنا نكون الحامول الاساسي للاحزاب ما كاينش. طبعا هذا الشيء طويل بزاف، ولكن نذكر فقط بعض الاشياء انا كان كيبان لي مهمه، انه في المغرب الفكر السلوكي الطبيعي في المغرب ليبرالي، كتلقى الانسان يبغي يدير كروسه ويبيع ويشري ولكن ما يديرش حاجه اخرى. اي واحد عطيت لانه الا خديتي 15 مليون اللي خدامه في القطاع الخاص الدوله كلها يلا بخدمه 835000، ما خدمش حتى مليون، ولكن 15 مليون في خدام في القطاع الخاص، اللي ما قراش في القطاع الخاص واللي قرا غير شويه في القطاع الخاص واللي قرا كاع بزاف ما لقاش. بمعنى ان القطاع الخاص في المغرب كيعطي الضريبه كيخدم 15 مليون هو المسؤول عن الحركه الاقتصاديه في المغرب. من ناحيه عمليه فالافكار الليبراليه او السلوك اللي سميناه ما سميناش كاع افكار، ولكن السلوك الليبرالي هو اللي كيعيشوا به المغرب. والمغاربه دابا اذا درتي دابا درنا واحد دي كيستيون اللي قلتي انت واش بغيتي الحقوق اقتصاديه ولا بغيتي شي حاجه يمشي دائما الاقتصاد. لذلك حتى المطالب العامه ديال الشعب شنو باغي؟ باغي يخدم، باغي يسكن، باغي فهمتي. وهذه هذه المطالب الاقتصاديه ما يمكنش تحقق بالمرجعيه الاجتماعيه،
وهذا هو المغرب. المغرب كان عندنا مطالب كثيره اجتماعيه ولكن ما كندويوش على الجانب الاقتصادي، وما يمكنش نحلوا هذه المشاكل الاجتماعيه بدون حلول اقتصاديه. وهذا كنعتقد انه برامج الحزب الان تكاد تكون ماشي ضعيفه ولكن زعما ما تصلح حتى شي حاجه. تبقى السؤال وغنختم به، واش المغاربه بالمرجعيه ديالهم وبالقوه ديالهم وبالاحزاب المختلفه ديالهم عندها قدره باش تنتج اقتصاد وطني؟ هذا هو السؤال، لانه لما درناش هذه العمليه ما لقاوش حلول. شنو هو الاقتصاد الوطني؟ راه يجي شفتي واحد الخبير دابا قلت لي يا بنتي لي فين هو الاقتصاد الوطني؟ ما جاوبش. شنو هو الاقتصاد الوطني؟ هذا مشكل كبير. علاش؟ علاش التساؤل تطرح من اعلى جهه هو ان في المغرب ما يمكنش تخطط ولا ما عرفتيش الثروه، ما يمكنش تخطط ولا ما عرفتيش الموارد، ما يمكنش تخطط نهائيا وانت المعلومات ما عندكش. ولذلك الاحزاب خصها تمكن الدرجه الاولى من عناصر الثروه في المغرب، وخصوصا الثروه البشريه والثروه الماديه اللي هي كاينه، وبالتالي بناء على شنو نديروا برامج. انت كدير برامج بدون ثروه، انت التصور ديالك ما عندكش. وبالتالي انا كنعتقد هادشي اللي كيدار في البرلمان، اسمح لي سي عزيز، هادشي اللي كيدار في البرلمان وهادشي اللي كيدار في هذا، انا نقدر نقول لكم دابا ان الحكومه القادمه اش غيكونوا في تصريع العموم، لان انا شديت داك الشيء كيبدلوا شويه ديال الارقام، معروف اش غيكون التصريع الحكومي القادم، كنقول لك انا اش غيديروا فيه. ولذلك الحكومه ديالنا الان فشلت ونزلت على الجنوب ديال المغاربه، ولا شنو هو الحل؟ هو هذاك الفليسات اللي كاين وصل منه. بينما الحل هو انا خصك تجيب فلوس اخرين، تقدر يجي سؤال يقول لهم انا نجيب هاد الفلوس كاينه. دابا انت اللي عندك 90% من القطاع غير مهيكل اللي ضايعه فيه 40 مليار، دونك الا مشيتي انت تحاور هاد الناس وتقاد معاهم وما يعطيكش الضريبه، لانه بالنسبه لليبرالي شنو العداله الاجتماعيه؟ ماشي هذاك اللي باركع داك اللي خدام يعطي اللي باركع، ما كاينش. انه العداله الاجتماعيه كتكون عن طريق عداله الضريبه، ان خص المواطن يعطي الضريبه، لان هذا هو الاقتصاد الدولي. للناس اللي عطاو الضريبه ديالهم ديال المواطن، بمعنى حنا هاد الدوله هادي هاد 40 مليار ما قدرتش تجيب. الشيء الثاني انه الاستثمارات اللي خصها تدخل في المغرب، يعني خصنا حنا واحد 100 مليار دخول المغرب عام، عاد باش نقولوا حنا راه كنديروا استثمارات في البلاد، ماشي واحد يجيب 2 مليون قطري ولا ما عرفتش شنو ونقولوا حنا راه كاين استثمار، حيت واحد جاب مليون ولا خرج ثلاثه نقولوا راه كاين تطور، العمليه ما كاينش. واش كتعرفوا الميزانيه اللي كيسابقوا عليها في البرلمان؟ 345 مليار درهم، هذا راه واحد المبلغ كتلقاه في شي بنك اسباني في شي كاتالونيا ولا في شي تما، كاينش فلوس. حنا ما استطعناش ننجو اقتصاد، لانه باش هاد الشيء كله اللي ما داش بالنمو ما كاين والو. النمو باش كيجي؟ استثمار، تصدير، استغلال الثروات الداخليه، دونك هاد الشيء اللي ما عندكش ما كاينش. وبالتالي حنا خصنا نخلقوا فكر وهو موجود نستغلوه، ان في المغرب عندنا الثروه الماديه والثروه اللاماديه والثروه البشريه، ولكن ما عندناش العناصر اللي نضبطوها باش نخلقوا منها برامج. راه البرامج كوره اللي كدار كدور على داكشي اللي تيتقال وداكشي اللي تيتكتب وداكشي، وكنبداو حتى هذاك اللي كتب كنشكو فيه، من دوليه ما كتقولش، وزاره ما كتقولش. حنا كباحثين عن الخطط كنعيشوا مشاكل، ما كنبقاش حتى نعتمد على هذه الارقام وتهدر. ولكن انا تنقول التصور ديالي الخاص هذا، هذا الشيء كلشي اللي مزيان، انه جاو الاخوان في اليسار داروا واحد التجربه حقوقيه وناضلوا وجابوا واحد المكسب للمغرب، خلقوا واحد التوجه جديد غادي به مزيان. هذاك اليمين اللي كان متجان فهمتي كينتاح الليبراليه، راه غادي مزيان، غادي تولي تتحول ديك الليبراليه الذاتيه، باش عمر باش عمر كتشوف وجيبو، تتحول ديك الليبراليه اللي كتعطي الضرائب واللي كتعطي النمو، مزيان غادي هذا الشيء. ولكن ما خصناش نقولوا انا تيبان لي نزلنا خمس سنين اخرى بهذه الوضعيه، راه غندخلوا لواحد الكارثه ربما، لان شنو كيوقع دابا؟ الناس ما بقاوش يتوظفوا، النمو ما كاينش، القطاع الخاص كينزل، الناس كتعرض الفلوس، دونك امام واحد الوضعيه اللي غدور بتغدى، راه في الاحصاء كيقولوا 33 مليون، 33 مليون، كيفاش غتواجه انت غدور بتغدى كحكومه؟ انا نبغي الشجاعه واحد النهار انه الحكومه تقول لك انا عجزت كما تيديروا الدول. وماشي عيب، دوك انا عجزت على تسيير المنطقة، والله يخليكم راه هادشي راه فيه مشكل وخصنا نحلو. راه دول ديمقراطية، راه اليونان تاروا على دولة ديمقراطية، على حكومة منتخبة،
هذاك سميتو ايطاليا حيوا كاع كلشي وجابوا تيقروقراط باش يحلوا المشكل. راه لما كتخلق الازمات خص حلول. مع الاسف وانا كنقولها وخا حنا كنتنوا الاحزاب، حنا احزاب كتغلط في نفسيها وفي مجتمعها بواحد الشكل كبير. طبعا ما غاديش نضربوا الاحزاب كلها، ولكن ذكرت انا والزملاء ديالي في هذه العمليه والسي حسن ديما حنا كان الفكر شاغلنا انه خص الاحزاب تتحرك. الا ما تحركش الاحزاب ما تنتجش. راه ما يمكنش تكون انت فهمتي غير محرر وتعطي حريه سواء اقتصاديه او اجتماعيه او سياسيه. الاراده كاينه وعلى سلطه، ولكن التطبيق راه تيبقى مشكل. انا كنعتقد بانه هذا الموضوع يبقى سري مفعول، وربما نتحدثوا عليه من خلال برامج. انا تنتمنى نجيبوا برامج ديال الحكومه ونقولوا شنو هو اللي ليبرالي وماشي ليبرالي، شنو هو الاشتراكي. حنا اللي غيحل المشاكل ديالنا ديال البلاد ديال الامه وديال الشباب ديالنا غيكون هو افضل. انا ما نقدرش نقرا هادشي كلشي بزاف، ولكن نحاول قدر الامكان نختصر. غنختم واحد الكلمه باش ما نضحكوش بزاف، ولكن كنشكر السي حسن الفد اللي تيقول لي ما كاينش معاه.